ورش هو عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو الامام الكبير المقرئ المشهور انتهت اليه رئاسه الاقراء بالديار المصريه في زمانه تنسب اليه روايه ورش التي يرويها عن شيخه نافع بن عبد الرحمن لقب بورش لشده بياضه والورش شيء يصنع من اللبن توفي بمصر سنه سبع وتسعين ومائه من الهجره